استغاثة تضمي القلوب، كان من المستحيل ان احنا نتغافل عنها او ما نقدمهاش. والحقيقة كمان انه فكرة الإهمال اللي يعني موجودة دي لما بتيجي على حق عامل في شغله طبعا وبيتقطع عيشه وبيقعد في البيت، أو الفساد وفي النهاية بيقعد في البيت، طبعا دي كارثة. ومعانا قصص كده وكنا المفروض نقولها النهاردة بس معلش هنأجلها، يعني إن شاء الله بكرة لو في وقت. بس في النهاية هو عايش. لكن الإهمال والفساد اللي بيؤدي في النهاية إنه روح تروح، دي الحقيقة بتكون حاجة خلاص بتخليك واقف عاجز عن الكلام، كلك ألم لكن عاجز عن الكلام. الحقيقة إنه في أب استغاث في كل مكان، على صوته وصرخ واستغاث بالرئيس السيسي بيطلب منه حق بنته، حق بنته اللي كانت ضحية للسرعة الجنونية. تفاصيل الخبر الحقيقة من الأب المكلوم اللي فقد بنته بسبب سرعة جنونية واستهتار غير طبيعي من سواق ميكروباص. والحقيقة انه السواق ده لما هنعرف كمان، دي الفتاة المصرية الجميلة، عروسة والله، وبرضو بنقول عليها الله يرحمها. يا ريتنا كنا بنعرض صورتها وبنقول جميلة ما شاء الله، ربنا يوفقها، ناجحة في مجالها في عملها في دراستها، بنعرض صورتها وبنقول الله يرحمها ويصبر قلب أمها وأبوها. الحقيقة انه لما هتسمع من الاب حالا دلوقتي سواق الميكروباص ده كمية المخالفات اللي عملها، كمية الحاجات اللي عملها، وفي النهاية تعرف هو اتحكم عليه بإيه. وخليني بس قبل ما اخد اتصال الاب أأكد للمرة المليون، أبدا ليس تعليق على حكم قاضي. القاضي يحكم بما لديه من ورق ومستندات وبما لديه من قانون. ضمير القاضي لا يسمح له أن يقحم مشاعره الشخصية. القاضي لو بمشاعره الشخصية في قضية زي دي ممكن يدي الواد ده إعدام، لكن الحمد لله إنه القاضي ما بيحكمش بمشاعره الشخصية، بيحكم بالقانون. وقبل ما تسمعوا قصة الأب ده على التليفون، حقيقي بقى سؤال إلى السادة النواب الأفاضل في البرلمان، بدل ما احنا بنتكلم ونقول مين بيساعد واحد عايز يفتح مطعم ولا يفتحه كباريه، ولا مين بيتخانق وعنده خلاف شخصي مع محافظ ما فعمال يسخن الناس عليه، ولا مين ولا مين ولا مين، مع وجود أكيد برضو كتير من النواب المحترمين الأفاضل، لكن يعني أما آن الأوان إن احنا بقى بجد نراجع قوانين بتاعتنا، نراجع تشريعات، نشوف محتاجين تشريعات جديدة إيه. قانون العقوبات مش جه الوقت بقى إن احنا نشوف؟ تخيلوا البنت دي حصل فيها إيه، وتخيلوا الواد ده المجرم ده بحكم القانون اللي عندنا اتحكم عليه بإيه. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف السيد محمد سلطان، والد هبة الله يرحمها. أستاذ محمد صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. بعدين حضرتك بس انا عايز صوتي على شويه بعدين. حاضر يا فندم، انا هعلي صوتي وهنعلي الصوت عند حضرتك. واولا بس خليني اقول لك البقاء لله وحده. الحمد لله رب العالمين، ما استعزز على اللي خلقها، الحمد لله. ولا نقول الا ما يرضي الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله. وحضرتك يعني انا قريت الحقيقه حاجات كتيره من اللي حضرتك كاتبها اخر كام يوم، يعني كلها ذكر الله، وبذكر الله بتطمئن القلوب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حق هبه يرجع باذن الله. ايه اللي حصل يا استاذ محمد؟ والله يا فندم انا حضرتك، انا كنت قاعد انا والمدام، كنت لسه جاي من الشغل، قاعد بتغدى، جالنا تليفون من تليفون بنتي. تعالوا بنت هبه في مول المصريين، طب في ايه؟ قالوا تعالى هتعرف. فالمهم رحت لقيت البنت قاعده على الشيزلونج واثنين دكاتره حواليها وممرضات. مستشفى ايه يا فندم؟ في مستشفى مول المصريين حضرتك. مستشفى مول المصريين. كان الكلام ده حوالي الساعه 7 تقريبا، 7 ونص. فانا تخيلت ان البنت يعني كانت فايقه، وقلت بس كسور ولا حاجه، في ايه؟ قالوا لي ده ميكروباص خبطها. ولقيت البنات اللي كانوا ناقلينها وناس من هنا كلهم منهارين. فانا تخيلت ان الموضوع سهل. فيك ايه يا هبه؟ بتقول لي يا بابا، يعني هي الكلمه الوحيده اللي قالتها لي الله يرحمها، بتقول لي يا بابا الحقني انا عايزه مسكن جامد. يا بابا الحقني انا عايزه مسكن جامد. عايزه مسكن جامد، انا تعبانه قوي. فيها يا دكتور؟ فيها يا دكتور. الدكاتره قالوا لي طب جيب لها المسكن ده. جبت لها المسكن ده من المستشفى،
من الصيدليه اللي قصاد المستشفى وجيت. فبعدين بعد حضرتك يعني هي متسابه في مستشفى المصريين وهي اصلا مخبوطه بميكروباص، يعني يعني ربما في نزيف، ربما في كسور، البنت بتصرخ من الالم، ما ادوهاش حاجه؟ المفاجاه حضرتك، المفاجاه ان انا اكتشفت بعد كده ان البنت قعدت في الاستقبال ساعه عقبال الدكاتره ما نزلولها. ساعه بجد يا استاذ محمد ولا في مبالغه؟ بالامانه اقسم بالله، اقسم لك بالله العلي العظيم ورحمه بنتي، الكلام ده قالوه الشهود والشهود عندي. قعدت ساعه عقبال بالباشا البهوات الدكاتره عقبال ما نزلولها. ودي طبيعه المستشفى، لان انا طبعا حصل لي حوادث قبل كده وحاجات مماثله قبل كده. المهم انا باخد كل الكلام ده انا مش عارفه، جبت لها العلاج اللي هم عايزينه من بره. وبعدين شويه لقيت البنت حالتها بتسوء والدكاتره بتزيد عليها. وبعدين قالوا لي طب روح هات ده من العزبي او من رشدي او من اي اجزخانه كبيره. طبعا كانوا الحاجات اللي إيه 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 عمالين يطلبوا منك تجيب ايه من بره؟ دي مش مستشفى دي ولا دي؟ انا مش عارف، مش فاهمه. انا واعمامها واولاد اخواتي. ايوه عمالين يقولوا لك تجيب ايه؟ يعني ادويه مثلا، شاش، ادويه بقى اللي هي ما اعرفش بقى مسكنات او في الجدول او كده. لفينا الدنيا بحالها ومفيش. وفي الاخر خالص يقولوا لي ايه، خلاص طب تعالى احنا هنجيب من عندنا. يعني بعد اللف ده كله تعالى وهنجيب من عندنا. المهم انا يعني بص حضرتك برضو عشان الواحد برضو انا ماشي على طريق وعارف، انا قلت ايه البنت برضو حاجه بسيطه. فرحت فين السواق اللي خبطها؟ رحت نقطه الشرطه بتاعت المستشفى، ابص على السواق فبقول له يا ابني ايه اللي حصل؟ قال لي ده هي مش عارف معديه. طبعا كل واحد بيتكلم بمزاجه. هو السواق كان واقف؟ السواق لا، كان محجوب في نقطه شرطه المستشفى. مين اللي مسك السواق وحبسه في النقطه؟ الاهالي مسكوه جابوه معاه. والله العظيم جدعان، الله يبارك لهم يا رب. تمام، وبعدين حضرتك بقول له بص يا ابني انا لو بنتي ان شاء الله سليمه وما فيهاش حاجه انا هسيبك في وجه الله، بس لو بنتي جرالها حاجه اللي يعملوا اللي انا اعمله فيك الله اعلم بيه. وسكت على كده وخليت اتلهيت في بنتي. وبعدين بعد كده بصيت حضرتك ان لقيت بنتي النبض الضغط نزل خالص وراحت من الدنيا خالص. ولقيت الدنيا كلها الدكاتره كلهم حوالين بنتي، اكتر من 10 دكاتره، ولقيتهم هم بيزعقوا لبعض واجري هات واجري يعمل وبتاع واجري ووديها العنايه المركزه. طلعوها فوق العنايه المركزه، ما فيش نص ساعه كبير الاطباء راح منادين قال لي انت والدها؟ قلت له اه. قال لي طب حاله بنتك دلوقتي بنديها في اكياس دم وما فيش اي استجابه، نزيف شغال جامد ونزيف في الحوض وكسور، واما حاله من الاثنين يا اما افتح عشان اوقف النزيف ده ودي نسبه النجاه ان هي تبقى من 1 لـ2%، يا اما سيبها كده لقضاء الله. واللي انت اللي انت هتقول عليه لازم تكتبه موافقه كتابيه. فانا طبعا في حيره ومش عارف اعمل ايه. طب قلت له طب هي لو بنتك هتعمل ايه؟ قال لي يا ابني والله انا في حيرتك مش عارف اعمل ايه، استودعها عند الله. الحل الاولاني انه يفتح ويعمل ايه؟ ما هو عندها نزيف داخلي دلوقتي، ها عايز يعمل ايه؟ يفتح ويوقف النزيف، بس دي نسبه النجاه من 1 لـ2% ان هي تعيش. لانها اتسابت ساعه. ماما خلاص بقى ما فيهاش بقى دم خالص، والبنت يعني اتصفت اتصفت وخلاص. وقال لي القلب وقف 4 مرات وعملنا له انعاش عشان يشتغل، يعني ما فيش فايده. المهم قلت له لا ده ما وصلنا للدرجات ده سيبها بقى، مش 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 مش, مش هشرح بنتي وكده. قلت له لا سيبها شويه. وبعدين بعد كده خلاص انا عرفت ان بنتي هتموت. قلت له بص انا بنتي في اي حال من الاحوال بعد اذنك لو ربنا اراد بنتي ما تتشرحش. قال لي لا بصراحه الدكتور قال لي لا بنتك زي ما دخلت هتاخدها، الملاك ده ما يتضربش فيه مشرط، ده كلام الدكتور، الملاك ده ما يتضربش فيه مشرط، هتاخد بنتك في حضنك لحد ما توديها ابراهيم. المهم البنت ماتت على الساعه 3 بالليل وخدناها. انا بس انا عايز اكلم حضرتك، يعني طبعا ده حاجه بتاعت ربنا وبنتي مهما عملت مش هترجع. وانا اولا عشان تبقى عارفه حضرتك انا اثرت الموضوع ده كله، اقسم بالله انا لا باصص لاي ماديات ومش عايز اي ماديات، انا باصص لاولاد الناس اللي بعد كده. اي بنت او اي ولد او اي راجل او اي ست لو الناس الاشكال دي السواقين دي لو فضلت على المنظر ده يبقى ما فيش حد يعيش، لازم الولد ده ياخد عقاب وعقاب يرضي الله. لما انا البنت برغم الظروف دي كلها وبرغم تفاصيل الحادثه اللي اقولها لحضرتك، الولد من اول جلسه ياخد 6 أشهر واهل المتوفيه ما لهمش حق الاستئناف وهو ليه حق الاستئناف، وممكن توصل لشهر
ممكن يوصل بكفاله. انا دي ما فهمتهاش يا استاذ محمد لما قريت الموضوع امبارح، يعني ايه هو اخذ 6 شهور بس، يعني ايه هو ليه حق استئناف وانتوا مالكوش حق استئناف؟ ده القانون بيقول كده والمحامي بتاعي، المحامي بتاعي قال لي كده. ليه؟ يعني اشرح لي قانونيا ليه؟ الصح قانونيا بقى دي حاجه يقولوا لي بقى خبراء القانون يقولوا لي، واللي حط القانون يقول لي، يقول لي ازاي هم اللي انا ادام خدت حكم وتنفيذ يبقى انا ما استأنفش. يعني ايه؟ يعني ايه هو ممكن يستأنف؟ هو القاتل، هو اللي قتل. المشكله يا فندم في المكان، هو عربيته كان ما فيهاش فرامل مظبوط يا استاذ محمد. انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك المكان اللي ماتت فيه البنت او حصل فيه الحادثه عند المحطه، محطه مترو سايت ميكي. المنطقه دي يا فندم اقسم لك بالله انا راجل سواق، اقسم لك بالله ما فيش اي عربيه المفروض تزيد سرعتها عن 10 15 كيلو. يعني المفروض دي العربيه ماشيه تاتا تاتا زي ما بيقولوا. هو جاي طاير بشهاده الناس اللي كانت راكبه معاه العربيه اللي هم البنات اللي والناس دول والناس اللي كانوا راكبين معاه العربيه راحوا شهدوا في المحكمه ان راحوا شهدوا. راح شهدوا قدام وكيل النيابه يا فندم، قدام وكيل النيابه قصدي. أيوة. راحوا شهدوا انه كان طاير بالعربيه، كان وراح طاير شايل بنتك كده، والبنت كانت بتصرخ طاير بالعربيه، فبنت عايزه تنزل من في العربيه فبتقول نزلني الساقيه، فالباشا ما فيش فرامل معاه فشغال على الكونتاكت بتاع العربيه وكسر على طول، والبنت الله يرحمها واقفه في ظهر عربيه ثانيه ميكروباص، راح وخبطها. طبعا الخبطه مش عايز اقول لك، الناس بتقول لي العربيه بتاعته اتطبقت، والعربيه اللي قدامه اللي بنتك واقفه في ظهرها هي كمان اتطبقت. بقول لك يا استاذ محمد، الولد اتعمله تحليل مخدرات؟ لا للاسف، ولا تحليل مخدرات ولا بص الصفيحه. ما طلبتوش تحليل مخدرات ليه؟ حقكم. طلبنا يا فندم، طلبنا يا فندم، كل ما اتكلم يقولوا لي الجثه عندنا ومش هنسيبها، اللي هو الولد، ادام الولد جه ومعترف مش هنسيبه. طب انا دلوقتي لما قريت المحضر بتاع الاسم اللي عملوه او اللي اتطبق بمعنى اصح، اللي اتطبق وبقولها وبقولها بقلب جامد، يقول لك انا كنت واقف البنت وعدت بتعدي الطريق وفجاه طلعت له قدام العربيه. طيب يا حمد ماشي، البنت ما كانتش واقفه وبتعدي الطريق، انت تمشي بسرعه زي كده ازاي؟ انت عربيتك ما فيهاش فرامل ازاي؟ انت شغال عن كنتاك ازاي؟ لما هي العربية خبطت البنت ومخبوطة في ظهر العربية، إزازة العربيتين وقع على بنتي، وجاب معاه راجل اتنين شباب كمان، واحد منهم رجله اتكسرت واحد حالته وسيطة. واخدة بال حضرتك؟ وبنتي الله يرحمها اللي خدت الخبطة كلها. ماشي. احنا عندنا كذا نقطة دلوقتي، عندنا نقطة الولد اللي زي ما حضرتك قلت، انا مش عايز اعيد الكلام، اللي كان ماشي طاير بالعربية وده بشهادة كل الناس اللي كانوا راكبين معاه العربية نفسهم، الباشا اللي ماشي معهوش فرامل في العربية شغال على الكونتاكت، انه ما اتعملوش تحليل مخدرات. انا الحقيقة ما فهمتش قوي، بس الرد بتاع ما تقلقش ما احنا الجثة نفسها اللي هو الولد يعني نفسه معانا. ايوه انا عملت يعني ماشي يا فندم تحليل مخدرات بعد اذنك. هي مش برضو لو هو سايق تحت تأثير مخدر وخبط حد بالعربية وقتله، مش ده برضو عقوبته بتختلف؟ ولا أنا غلطانة؟ يمكن أنا مش دارسة قانون، بس حسب ما أسمع أعتقد كده. ليه ما تعملوش تحريم مخدرات؟ والأب والأم والأهل كلهم طلبوا تحريم مخدرات للسواق وما تعملوش تحريم مخدرات، ليه؟ ومستشفى من المصريين، ايه حكايه يا جماعه اللي بيدخل المستشفى بنزيف وبيفضل متساب كذا ساعه دي، ينزف 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 لغايه ما فجاه خلاص روحه وهو بتطلع يبداوا اللي موجودين ياخدوا بالهم والحق واجري وانقل رعايه مركزه. ايه الحكايه دي؟ تاني قصه ولا تالت قصه نعرضها في اقل من يومين؟ ده اللي بيجي لنا، ده اللي احنا بنعرفه. ربنا يصبر قلبك يا رب، ربنا يرحم هبه ان شاء الله، هبه دلوقتي عند اللي خلقها ان شاء الله تتزف في الجنه. والحقيقه انا اسفه ان انا اقول الكلمه دي واحنا الصبح كده، وبرده يعني في امل وان شاء الله في حاجات تبقى كويسه ومش كل حاجه وحشه ولا كل حاجه سودة، بس انا بقالي فتره الحقيقه بجد يعني بقول اللي بيموت بيستريح، لان اللي بيموت بيطلع عند الخالق العدل الواحد الاحد اللي لا عنده ظلم ولا بيرضى بالظلم. احنا كان معانا تقرير كانت مجهزه لنا زميلتي.